كاتو طلاب كتاب لايف اليمنتري، كتاب لايف الاصفر. النهارده باذن الله تعالى هنبدا يونت 5 الوحده الخامسه فود الطعام. هنا اول حاجه بيقول لكم كومبليت ذا سنتنسز، كمل الجمل وذ ذيس فود فيربس بافعال الطعام هذه. او الفعل عند كوك يطبخ، الفعل ايت ياكل، سيرف يقدم، سميل يشم، تيست يتذوق. يبقى عندي كوك يطبخ، ايت ياكل، سيرف يقدم، يقدم الطعام يعني، سميل يشم، تيست يتذوق. اول جمله عندي بيقول لي all the street chefs، كل الطباخين بتوع الشوارع، the food by hand، بيعملوا، المفروض ان هو عايز يقول لي بيعملوا الطعام ايه باليد، اللي هو الفعل يعمل او يصنع، اللي هو الفعل طبعا ايه make، يصنع او يعمل. طبعا ده هو السؤال ده هو مجاوب عليه. نمبر 2 then they، بعد كده هم ايه it on a real fire، فاير اللي هي النار، هو بيقول ان هم بيطبخوه على ايه النار، يبقى then they cook it on real fire، بيطبخوه على نار حقيقية، يعني يجيدوا النار كده تمام ويحطوا الأكل عليها. نمبر 3 so when you walk up the street، لما تمشي في الشارع you can the food، لما تمشي في الشارع بالتأكيد إن أنت هتشم الرائحة بتاعت مين الطعام، يبقى you can smell the food، تستطيع إنك أنت تشم رائحة مين الطعام. نمبر 4 the chefs، الطباخين، the tortillas with local hot sauce، طبعا سيرف يقدموا التورتيلا اللي هو زي الخبز كده، خبز رقيق تمام مصنوع من الدقيق، وذ لوكال هوت صوص، مع الشوربه الساخنه المحليه. نمبر 5 ذي ديليشس، الطعم بتاعها مذاقه رائع او لذيذ جدا، ديليشس يعني ايه لذيذ او رائع، يبقى ذي تيست ديليشس يعني طعمها او مذاقها ايه مذاقها رائع او لذيذ. نمبر 6 I can them at any time of day for breakfast, lunch, dinner، يبقى انا استطيع ان انا اكلها في اي وقت ايه في اليوم، سواء في الفطار، في الغداء، في العشاء، I can eat them، استطيع ان انا اكلهم ايه في اي وقت. يبقى هنا they cook on fire، بيطبخوه على النار، انت وماشي في الشارع smell food، بتشم الرائحة بتاعت مين الطعام، the chefs serve the tortilla، بيقول لي الطباخين طبعا بيقدموا التورتيلا اللي هي شرائح او رقائق الخبز مع ايه مع الهوت صوص، زي تيست ديليشس، المذاق بتاعها لذيذ جدا، I can eat them at any time، استطيع ان انا اكلها في اي في اي وقت. طيب نشوف بعد كده، هنا بيقول لي match the words with the pictures، وفق هذه الكلمات مع الصور اللي هي موجودة. أول حاجة مديني cheese اللي هي الجبنة، chicken دجاج، chips شرائح البطاطا، eggs اللي هو البيض، fish سمك، جوس العصير، لام اللي هو لحم الخروف، lemons ليمون، lentils اللي هو العدس، nuts اللي هو الجوز، onions اللي هو البصل، oranges يعني البرتقال، pasta المكرونة، بيبر اللي هو ايه الفلفل المطحون تمام، بيبرز اللي هو الفلفل اللي احنا بنشتريه من البقالة او من السوبر ماركت تمام، بوتيتوز البطاطس، برونز الروبيان او الجمبري، ريزنس الزبيب، رايس اللي هو الرز، سولت الملح. طيب نشوف اول حاجة عندي، ده طبعا واضح اللي هو ايه رايس، ده ايه يا شباب، ده اللي هو ايه اللي هو نقول عليه اللي هو ايه اللي هو الرايس اللي هو الايه الارز تمام. طيب نشوف ايه تاني عندي هنا، ده اللي هو ايه بيبرز، ناخد بالنا من بيبر وبيبرز، بيبر اللي هو الفلفل المطحون وبيبرز اللي هو الفلفل هذا تمام. طيب بوتيتوز اللي هي الايه البطاطس تمام. نشوف ايه تاني برضو، تشيبس اللي هي شرائح البطاط او البطاطس، باستا المكرونة تمام، تشيكن دجاج، لام اللي هو لحم الخروف، فيش اللي هو الايه السمك، نشوف هنا برضو ريزنس اللي هو الزبيب، جوس العصير، وبرونز اللي هو الروبيان او الجمبري، اونيونز اللي هو الايه البصل. طيب اورانجز البرتقال تمام، سولت الملح، ناتس الجوز، ايجز اللي هو البيض، اونيونز يا شباب اللي هو ايه اللي هو الليمونز، معلش ليمونز اللي هو الايه الليمون، لينتلز العدس، تشيز الجبنه، بيبر الفلفل المطحون. طيب تعال نشوف بقى هنا بيقول لي ايه
countable and uncountable nouns with a, an, some, any. countable يعني معدود، أسماء إيه؟ معدودة. طالما معدودة يبقى ليها مفرد وليها إيه؟ وليها جمع. لو هي مفرد هنحط قدامها يا إما كلمة أ أو كلمة إيه؟ أو كلمة آن. يا كلمة أ يا كلمة آن. طب إيه معنى أ وآن دي؟ معناهم واحد من الشيء. يعني أقول لك I bought a pen. I bought a pen. أنا اشتريت إيه؟ قلم. قلم واحد بس، تمام؟ طيب I took out my I took out a book of my bag. أنا طلعت كتاب من الحقيبة بتاعتي، يبقى هنا هقول إيه؟ a book. طيب إيه اللي بناخد له الأول أنا يا شباب؟ برضو لازم نحن إيه نبقى عارفين إيه الاستخدام بتاع الأ وإيه الاستخدام بتاع الآن. لما أسمع صوت الهمزة، تمام، لما أسمع صوت الهمزة في الكلمة سواء أ أو إي أو أو هستخدم كلمة إيه؟ كلمة آن، في حالة إن الاسم ده اسم إيه؟ اسم مفرد. يعني على سبيل المثال كلمة أبل، أبل اللي هو إيه؟ تفاح. أول صوت أنا سمعته صوت إيه؟ صوت الآ، تمام؟ سمعت صوت الهمزة كده، فأنا مباشرة أنا أقوم أحط قدامها كلمة إيه؟ كلمة آن، تمام؟ طيب نشوف مثلا كلمة زي أونيون، أونيون معناها بصلة، بصلة واحدة، تمام؟ يبقى هنا أونيون برضو سمعت صوت الهمزة، تمام؟ في البداية أو أو أونيون، يبقى أنا أحط برضو إيه؟ آن. طيب نشوف كلمة أخرى مثلا، ناخد مثلا كلمة بوك، بوك حرف الباء مش تبع الهمزة خالص، يبقى هنا هنقول إيه؟ أبوك، أبوك. طيب أمبريلا، أمبريلا، أمبريلا اللي هي المظلة، يبقى أنا سمعت برضو صوت الهمزة، فهنا هقول إيه؟ أن أمبريلا، أن أمبريلا، تمام؟ طيب نشوف مثلا برضو كلمة تاني، لابتوب، لابتوب، يبقى هنا أنا الحرف الأول اللي سمعته حرف اللام مش تبع الهمزة، يبقى هنا هقول إيه؟ ألابتوب، تمام؟ طيب يبقى احنا عرفنا كده الفرق بين الأول الآن، وعرفنا ان احنا بنستخدمهم مع الأسماء المفردة، الأسماء ايه؟ المفردة، زي ما احنا قلنا المعدود ليه مفرد وليه جمع، تمام؟ طيب بالنسبة للغير معدود يا شباب، الغير معدود لا ليه مفرد ولا ليه جمع، هو غير معدود، تمام؟ يعني حاجة uncountable أنا مش بقدر أعدها، لو قدرت أعدها كنت خليت لها مفرد وخليت لها ايه؟ جمع. طيب صاموا اني دول بستخدمهم في ايه بقى؟ قال لي كلمة صم معناها بعض، وكلمة اني معناها اي، تمام؟ يبقى انا عرفت الاول الان معناهم واحد من الشيء، يبقى انا مثلا بقول ايه؟ اهاوس يعني منزل واحد بس، ان امبريلا يعني ايه؟ مظلة واحدة ايه؟ فقط، ان اونيون يعني بصلة واحدة فقط، تمام؟ طيب انا هنا مثلا هقول ايه؟ صم معناها بعض، واني معناها اي. ايه الاستخدام بتاعهم؟ قال لي كلمة صم وكلمة اني بستخدمهم مع الاسماء الكاونتابل ومع الاسماء الانكاونتابل، يعني بستخدمهم مع المعدود ومع غير المعدود، بس لازم اخد بالي ان انا في المعدود بستخدمهم مع المعدود الجمع، مش بستخدمهم مع المعدود المفرد. طب ايه اللي بستخدمه مع المعدود المفرد؟ بستخدم كلمة ا وكلمة ايه وكلمة ان، يبقى انا مباشرة اعرف ان الاول ان دول مع الكاونتابل المفرد، مع الكاونتابل ايه المفرد اللي هو المعدود ايه المفرد. طب بالنسبة للكاونتابل بلورال اللي هو الجمع بستخدم كلمة صام وكلمة اني، وبستخدم صام واني برضو مع الانكاونتبل، يبقى احنا عرفنا صام واني لازم نركز فيهم، بستخدمهم مع المعدود الجمع، اذا كان الشيء ده معدود جمع بستخدم صام واني، واذا كان الشيء ده غير معدود بستخدم كلمة صام وكلمة ايه اني، تمام؟ طيب نشوف هنا الامثلة اللي هو مديها لي، بيقول لي cook the chicken with an onion، اطبخ الدجاج with an onion مع ايه؟ مع بصلة، تمام؟ بصلة واحدة، تمام؟ يبقى هنا البصلة دي مفرد، فهو حط هنا قدامها كلمة ايه؟ كلمة an. طب ليه ما حطش a؟ زي ما احنا قلنا سمعنا كلمة onion او، يبقى سمعنا صوت الهمزة هنا فحطينا كلمة ايه؟ an. طيب you need meat، meat اللي هي اللحم، اللحم ده غير معدود، تمام؟ يبقى هقول له you need some meat، انت محتاج بعض اللحم and some onions and tomatoes، ومحتاج بعض ايه؟ بعض البصل وبعض ايه؟ الطماطم. طب هتلاحظ ان كلمة onions البصل هنا حط لها حرف الاس، عشان كده هنا استخدم كلمة ايه؟ some معاها. طب لو كانت onion واحدة، بصلة واحدة بس، كان هيستخدم كلمة ايه؟ an. طيب نفس الكلام بالنسبة لكلمة tomatoes، tomatoes الطماطم، الطماطم معدودة انا بعدها بالواحدة، تمام؟ يبقى tomatoes هنا جمع، تمام؟ عشان كده هنا استخدم برضو قدامها كلمة ايه يا شباب؟ كلمة صم، تمام؟
طب ليه ما استخدمش كلمة اني طالما انا قلت كلمة صم وكلمة اني للمعدود الجمع والغير المعدود؟ ما استخدمش اني لان صم دي انا بستخدمها في الجملة المثبتة، صم بستخدمها في الجملة المثبتة، واني بستخدمها في الجملة المنفية وفي السؤال. اني بستخدمها في الجملة المنفية والسؤال، وكلمة صم بستخدمها في الجملة ايه يا شباب؟ في الجملة المثبتة يعني اللي ما فيهاش نفي. تمام؟ طيب نشوف المثال اللي بعدها. I don't use any carrots. أنا لم أستعمل أي إيه؟ أي جزر. تمام؟ I don't use any carrots. أنا لا أستعمل إيه؟ لا أستعمل أي جزر. أنا ألاحظ إن كلمة carrots هنا جامع. تمام؟ استخدم قدامها كلمة any، واستخدم any ليه؟ لأن هي هنا منفية. ليه ما استخدمش صم؟ لأن الجملة عندي هنا إيه؟ منفية. طيب do you have بريد؟ لاحظ ان ده سؤال، خلاص هو كده ايه بيقول لي هل عندك ايه، هل عندك اي خبز؟ يبقى do you have any bread، هل عندك ايه، هل عندك اي خبز؟ نشوف هنا في التمرين بيقول لي nouns in bold، الاسماء اللي هي موجودة طبعا بالخط العريض ده. can you count، هل انت تقدر انك انت تعدها؟ which nouns can't you count، واي من الاسماء تقدر لا تستطيع انك انت ايه تعدها؟ يبقى أنا عندي في بعض منها countable وفي بعض منها non countable أو uncountable. put the words in the correct category، بيقول لي حط لي الكلمات في القسم الصحيح بتاعها. يبقى هنا can count يعني تستطيع إنك أنت تعدها، هنا can't count لا تستطيع إنك أنت تعدها. الحاجات اللي إحنا بنقدر نعدها زي ما إحنا قلنا اللي هي countable يعني معدودة، اللي مش بنقدر نعدها بنقول عليها uncountable. uncountable يعني غير معدودة. طيب بالنسبة للبريد يا شباب، البريد اللي هو الخبز نقدر نعده ولا لا؟ طبعا البريد هنا ما نقدرش نعده. تمام؟ الخبز في اللغة الإنجليزية هنا إيه؟ لا يعد. كانت إيه؟ كانت كاونت. الميت اللحمة برضو نفس الكلام لا نستطيع إن إحنا إيه نعدها. طيب بالنسبة للكاروتس الجزر بنعده معروف. تمام؟ والأونيونز البصل بنعده برضو نفس الكلام. توميتوز الطماطم بنقدر إن إحنا إيه نعدها. تمام؟ طيب نشوف بعد كده برضو هنا بيقول لي countable and uncountable nouns، الأسماء المعدودة والغير معدودة، with أو an وصم وإني تكملة برضو. هنا بيقول لي إيه؟ cook the chicken with an onion، اطبخ الدجاج مع إيه؟ مع بصلة واحدة استخدمنا معاها زي ما إحنا قلنا إيه an. we need some meat، إحنا محتاجين بعض اللحمة، and some onions، ومحتاجين بعض إيه؟ البصل. البصل هنا معدود زي ما إحنا قلنا استخدمنا معاها كلمة إيه؟ some. والتوميتوز برضو هنا معدود جمع استخدمنا معاها كلمة إيه؟ some. لو كانت مفرد كنا هنستخدم هنا مع كلمة onion كنا هنستخدم an نفس الفوق. تمام؟ بس عشان هي معدودة جمع أخذنا هنا إيه؟ some، والجملة هنا إيه؟ مثبتة زي ما إحنا قلنا. طيب هنا I don't use any carrots، أنا لا أستعمل أي إيه؟ أي جزر. هنا برضو نفس الكلام، كلمة carrots هنا معدود جمع استخدمنا معها any، واستخدمنا any ليه؟ لأن الجملة هنا إيه؟ منفية. do you have any bread، هل عندك أي خبز؟ تمام؟ وزي ما احنا قلنا دي جملة سؤال فهنستخدم فيها any. تمام؟ وعندي طبعا البريد اللي هو الخبز ده غير معدود. تمام؟ فمش هينفع نستخدم ولا ولا ان. الوحيدة اللي احنا نستخدمها اللي هي صم واني، وعشان الجملة هنا سؤال راح نستخدم كلمة ايه؟ اني اللي هي معنى اي. do you have any bread، هل عندك اي خبز؟ طيب هنا بيقول لي look at the grammar box again، بص للقواعد مرة ثانية، choose the correct option، اختار الاختيار الصحيح، complete these rules. بيقول لي هنا we use a و an before، احنا بنستخدم a و an معناها واحد من الشيء، قبل ايه يا شباب؟ قبل ال countable nouns ولا ال uncountable nouns، المعدود ولا غير المعدود؟ زي ما احنا قلنا الاول ان بنستخدمها قبل المعدود، والمعدود كمان اللي هو الايه المفرد اللي هو singular countable nouns. يبقى انا هنا هستخدم ايه اللي هي الكاونتبل nouns، ده اللي هو الخيار ايه الصحيح. طيب we use some and any، بنستخدم كلمه some بمعنى بعض وكلمه any بمعنى اي، with بنستخدمهم مع ايه بقى؟ singular nouns اللي هو الاسماء المفرده. لا طبعا زي ما احنا قلنا دول بنستخدمهم مع الاسماء المعدوده الجامع ومع الاسماء الغير معدوده. يبقى plural nouns plural countable nouns الاسماء المعدوده الجامع، and uncountable nouns ومع الاسماء الغير معدوده. طيب we use normally، احنا بنستخدم we normally use، احنا في العادة بنستخدم
و any was بنستخدم كلمة any بمعنى أي. مع إيه يا شباب؟ الـ affirmative sentence يعني الجملة المثبتة. لا طبعا إحنا الجملة المثبتة بنستخدم معاها كلمة إيه؟ كلمة some. طيب بنستخدمها مع إيه بقى؟ قال لي بنستخدمها مع negative sentence and question، بنستخدمها مع الجملة المنفية ومع إيه؟ السؤال. زي ما إحنا شفنا هنا استخدمنا كلمة any مع الجملة المنفية I don't use I don't، هنا الجملة هنا إيه؟ منفية. و do you have any bread؟ وهنا في علامة استفهام، يبقى بنستخدمها مع negative sentence and a question. طيب نشوف بعد كده التمرين اللي معايا برضو هنا. بيقول choose the correct option، اختار الاختيار الصحيح to complete the conversation، عشان تكمل المحادثة about dish called curry، عن طبق اسمه الكاري طبعا. Then listen and check. طيب I'd like to make chicken، انا حابب ان اعمل ايه؟ chicken دجاج. دجاج بالكاري. This evening هذا إيه المساء. What do you think؟ إيه رأيك؟ قال له sounds good، يعني الموضوع كويس. Okay well we need، إحنا محتاجين إيه؟ chicken، عايزين إيه؟ بعض من لحم الدجاج. هنا ما يقصدش إن هو عايز دجاجة كاملة، لا هو يقصد إيه؟ بعض من لحم الدجاج. فهنا هيقول إيه؟ some chicken. تمام. Can you buy، هنا بيقول له هل ممكن تشتري كيلو؟ when you go to the supermarket، يبقى الكيلو ده معدود، يبقى can you buy a kilo، وزي ما احنا قلنا حرف الكاء هنا تمام ده ما فيهوش همزه فهنستخدم a. لو كان حيه فيها الهمزه صوت الهمزه الا والاي والاو قلنا هنستخدم مين؟ an. تمام. طيب شور بالتاكيد. and we need tomatoes، احنا محتاجين بعض الطماطم. تمام محتاجين بعض ايه؟ طماطم. كلمه بعض اللي هي ايه؟ صم. وزي ما احنا قلنا الجمله هنا ايه؟ مثبته يا شباب، الجمله هنا مثبته. تمام. فالجمله المثبته بنستخدم فيها كلمه ايه؟ كلمه صم قبل الاسماء المعدوده الجامع او الغير معدوده. right and we don't have، هنا الجمله منفيه يبقى نستخدم ايه مباشره؟ نستخدم any. and we don't have any onions، ما عندناش اي ايه؟ اي بصل. I will get some، انا هروح عشان اجيب شويه. do you need رايس، هل انت محتاج اي ارز؟ الرز هنا غير معدود. تمام. الرز غير معدود احنا قلنا اني بنستخدمها مع المعدود الجامع وبنستخدمها مع غير المعدود. بنستخدمها امتى؟ طيب اني في الجملة المنفية في النيجاتيف وفي السؤال اللي هي في الكويشن. تمام. هنا الجملة دي سؤال استخدمنا اني. do you need any rice، هل انت محتاج اي ارز؟ قالوا no I think there is some rice in the cupboard، أنا أعتقد أن في بعض الأرز في الدولاب بتاع المطبخ. تمام. الجملة هنا مثبتة، استخدمنا كلمة some. ليه استخدمنا some؟ عشان كلمة rice دي غير معدودة، غير معدودة يعني مش هينفع أن أنا استخدم a أو an. تمام. فهنا بستخدم كلمة إيه؟ some، والجملة مثبتة. طيب okay and I will buy some oil، راح اشتري بعض ايه؟ بعض من الزيت فور كوكينج، للطبيخ. so we need some chicken، احنا محتاجين بعض ايه؟ بعض من لحم الدجاج. توميتوز محتاجين بعض برضو من ايه؟ التوميتوز اللي هي الطماطم. اونيونز محتاجين بعض من البصل اند اويل. الحقيقه دي كلها في منها الغير معدود وفي منها ايه يا شباب؟ وفي منها المعدود الجمع، فهنستخدم كلمه صم طالما ان الجمله ايه؟ مثبته. تمام. طيب نستكمل برضو بعد كده. بيقول لي توب 5 فود ماركتس، التوب يعني من الفود ماركتس اللي هو الغذاء بتاع ايه؟ بتاع الاسواق او المتاجر. فود ماركتس متاجر الطعام are great places، هي اماكن كويسه جدا. to find interesting local food، عشان تلاقي فيها ايه؟ اللي هي الاسواق المحليه يعني. تمام. هي اللي تلاقي فيها الطعام المحلي. Here are our top 5 markets from around the world، دي تعتبر من أفضل 5 أماكن في العالم. في العالم هتلاقي فيها إيه؟ اللي هي الأسواق بتاعة مين؟ الطعام في الشوارع. طيب number 1 هنا بيقول لي سان لورنس تورونتو كندا. سان لورنس في تورونتو في إيه؟ في كندا. سان لورنس فود ماركت، السوق بتاع سان لورنس للطعام ان تورونتو الموجود في تورونتو از 200 years old، عمره تقريبا حوالي 200 سنه. there are a lot of shops، في الكثير من ايه؟ الكثير من ايه يا شباب؟ المحلات. with every kind of meat، فيها جميع انواع اللحوم and sea food والمأكولات البحريه. طيب كاستريس ماركت سان لوسيا. ناتشرالي السوق الثاني طبعا كاستريس ماركت. بيقول ناتشري ذيس ايلاند از ان ذا كاريبيان، طبعا الجزيره دي في الكاريبي. هاز ا ماركت، فيها
سوق من الأسواق في مصفر fish and fruit. السوق ده مشتهر بإيه؟ بالسمك وبإيه وبالفاكهة. try the local sauce. بيقول لي جرب الشوربة المحلية. it's very hot and spicy. ساخنة جدا وإيه وحراقة. تمام. طيب نشوف هنا بيقول لي كريتا اير ويت ماركت. سوق كريتا في سنغافورة. في سنغافورة there is a lot of different food. في الكثير من مختلف أنواع الطعام. here and there is a lot also a great restaurants upstairs. وفي برضو إيه في برضو مطاعم في الطابق العلوي. go at around 6 a.m. روح على حوالي الساعة 6 الصبح. and have some tasty noodles for breakfast. وخذ لك بعض إيه بعض النودلز اللذيذة للفطار. طيب number 4 لا فوكسيريا باليرمو إيطالي. لا فوكسيريا ماركت السوق بتاع لا فوكسيريا في إيطاليا. السوق الرابع هنا بيقول لا فوكسيريا باليرمو إيطالي. there aren't many markets in the world with live music. ما فيش الكثير من الأسواق في العالم اللي هي فيها الموسيقى الحية. but in باليرمو ولكن في سوق بتاع باليرمو في musicians بيعملوا موسيقى موسيقى حية وحيوية. musicians play and sing as shoppers. الموسيقيين بيغنوا طبعا وبيعزفوا الموسيقى. as shoppers buy their sausages and fresh pasta. والمتسوقين بيكونوا بيشتروا ايه السجق وبيشتروا ايه وبيشتروا المكرونة الطازجة. طيب برو ماركت لندن انجلند. السوق بتاع برو في لندن في انجلترا. برو ماركت is 1000 years old. العمر بتاع السوق ده حوالي 1000 سنة. and famous with food lovers. السوق ده مشهور بمحبين الطعام. it's open every day. بيقول ان هو مفتوح طول اليوم. but ومفتوح كل يوم. but try to go early. حاول انك انت تروح بدري بقى شوية. it's very popular. السوق ده مشهور جدا. so there isn't much food left by the end of the day. عشان كده مع نهاية اليوم مش بيكون في طعام متبقي. طيب هنا بيقول read the article about markets around the world. اقرأ المقالة عن الأسواق حول العالم اللي هي احنا قريناها دي. answer the questions وجاوب عن الأسئلة. how old is San Lawrence market. بيقول لي كم عمر السوق بتاع سان لورنس. طيب فين سان لورنس ده يا جماعة؟ ادي سان لورنس اللي هو 200 years old. عمره 200 ايه سنة. 200 years old. طيب what food can you buy in San Lawrence market. ايه الطعام اللي انت تقدر تشتريه في السوق بتاع سان لورنس. meat and vegetables. تعالوا نشوف الطعام اللي احنا نقدر نشتريه. الميت and ايه and سي فود. meat and ايه and سي فود نقدر نحنا نشتري اللحم ونقدر نشتري برضو المأكولات ايه المأكولات البحرية. meat and seafood. طيب نشوف اللي بعدها number 3. what is hot in Castries market. الساخن الشيء الساخن في Castries market. ادي السوق بتاع Castries. نشوف ايه اللي hot فيه. هنا بيقول لي ايه it's very hot. ايه بقى اللي هي very hot. the local sauce اللي هي الشوربة. تمام الشوربة او الحساء المحلي. بيقول لي is very hot and spicy. يبقى the local is the local sauce. طيب what's upstairs at Creta Air Wet Market اللي هو في الطابق العلوي في السوق بتاع كريتا اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي great a great restaurants are upstairs. تمام. طيب هنا بيقول لي ايه there are a lot of different food here and there is also great restaurants upstairs. يبقى ايه هو الموجود في الطابق العلوي اللي هو ايه great restaurants. طيب نشوف هنا برضو what can you hear in La Vuxeria. ايه تقدر تسمع في السوق بتاع La Vuxeria اللي هي live ايه live music. هذه السوق بتاع La Vuxeria تقدر انك انت تسمع ايه live music اللي هي موسيقى ايه موسيقى حية. طيب نشوف what days is Boro market open. ايه هي الايام اللي بيفتح فيها Boro market. نلاحظ انه هنا بيقول لي every day يعني كل ايه كل يوم. يبقى الإجابة هنا إيه every day. طيب نشوف بعد كده a lot of and much and many.
استخدام كلمة a lot of معناها كثير من، وكلمة much معناها كثير من، وكلمة many معناها كثير من. طيب a lot of دي بستخدمها مع كثير من للمعدود الجمع ومع غير المعدود، يبقى a lot of بستخدمها كثير من للمعدود والغير ايه والغير المعدود. طيب كلمة much بستخدمها كثير من لغير المعدود، much كثير من لغير ايه لغير المعدود. طيب عندي كلمة many كثير من للمعدود. طيب امتى هستخدم كلمة a lot of؟ قال لي اذا كانت الجملة مثبتة استخدم a lot of، إذا كانت الجملة مثبتة سواء معدود أو غير معدود استخدم كلمة إيه a lot of. هنلاحظ إن هنا بيقول إيه there is a lot of different food، في الكثير من الطعام المختلف، a lot of different food. الجملة هنا مثبتة تمام، وفود هنا الطعام ده غير معدود، استخدمنا كلمة إيه a lot of. طيب there are a lot of shops here، هناك الكثير من إيه المحلات هنا، المحلات هنا معدودة جمع، استخدمنا a lot of. احنا زي ما احنا قلنا a lot of بنستخدمها مع الاثنين سواء معدود او غير ايه او غير معدود. الجملة الاولى الفود الطعام ده كان غير معدود، الجملة الثانية كلمة shops المحلات هنا ايه معدود جمع. طيب بنستخدمها امتى؟ اذا كان الجملة مثبتة يعني ما فيهاش ايه ما فيهاش نفي وما فيهاش سؤال، يبقى لا هي نفي ولا هي ايه ولا هي سؤال تمام، هنستخدم فيها ايه بس اللي هي هنستخدم فيها a lot of. طبعا احنا كلمة a lot of ينفع ان احنا نستخدمها في السؤال، بس هنا بيقول لي هتستخدمها بس اذا كان الجملة مثبتة بمفردها، يعني في السؤال انا ممكن لو الجملة مثلا مثبتة في السؤال استخدم كلمة much او many معها. طيب نشوف هنا برضو للتوضيح there aren't many markets، هنا الجملة منفية يا شباب، طالما الجملة منفية مش هينفع نستخدم ايه a lot of، يبقى a lot of بنستخدمها بس مع الجملة ايه المثبتة، وممكن ان احنا نستخدمها برضو مع ايه مع السؤال تمام. طيب there aren't many markets، نلاحظ ان كلمة markets هنا معدود، طالما ان هو معدود يبقى انا محتاج ان اختار بين many وبين ايه وبين much تمام. الجملة منفية هحتاج ان نختار بين كلمة many للمعدود وكلمة much لغير المعدود. طيب الماركتس الاسواق دي بنعدها تمام، يبقى هنقول هنا ايه many، ليس هناك الكثير من ايه من الاسواق. طيب there isn't much food، لا يوجد الكثير من ايه الكثير من الطعام تمام. طيب food الطعام ده طعام ده غير معدود تمام، طب انا عايز اقول كثير من اللي هو كلمة ايه كلمة much لغير المعدود، راح نستخدم كلمة much. طب ليه ما استخدمناش a lot of؟ لان هنا الجملة ايه منفية تمام. طيب do you eat، طالما لقيت الجملة فيها سؤال يبقى يا اما هستخدم كلمة a lot of او much او many تمام معها، يبقى a lot of معها much او a lot of معها ايه many، يعني عاد اختار a lot of او much اذا كان غير معدودة، واختار a lot of او many اذا كان ايه اذا كان معدودة. do you eat a lot of، هل انت بتاكل الكثير من apples؟ do you eat a lot of apples، هل تاكل الكثير من التفاح؟ او ممكن اقول له do you eat many apples، هل انت بتاكل الكثير من ايه التفاح؟ ليه التفاح ده معدود، فهنا ممكن اقول بين many وبين ايه وبين a lot of الاثنين صحيحين. طيب هنا بيقول له no، لا not a lot، not a not a lot او not a not many، هو هنا بيجاوب على ايه بيجاوب على سؤال، not a lot يعني ليس الكثير، not many ليس ايه ليس الكثير. طيب do you eat a lot of او much cheese، هل انت بتاكل الكثير من الجبنه؟ الجبنه طبعا غير معدوده، فهنا يا اما هقول a lot of او هقول كلمه ايه much، يبقى no not a lot او no not a not much تمام. طيب تعالوا نشوف هنا يا شباب، بيقول لي هنا ايه look at the grammar box and complete the rules with a lot of or much or a or many. هنا بيقول we use with countable and uncountable nouns، ايه اللي بنستخدمها مع المعدود وغير المعدود؟ زي ما احنا قلنا اللي هي كلمة ايه a lot of هي بتستخدم مع ايه الاثنين، يبقى هنا هنقول ايه a lot of. we use with countable nouns بنستخدمها مع الاسماء المعدودة، كلمة ايه يا شباب؟ كلمة many، many بنستخدمها مع المعدود ايه الجمع. نمبر 3 we use with uncountable nouns بنستخدمها مع الاسماء غير المعدودة، كلمة ايه كلمة much بنستخدمها مع الاسماء غير المعدودة. نمبر 4 we use much and many with questions and negative sentence، بيقول بنستخدم كلمة much و many مع السؤال ومع الجملة ايه ومع الجملة المنفية تمام، much و many بنستخدمها مع السؤال ومع الجملة المنفية، كلمة a lot of بنستخدمها مع الجملة المثبتة ومع ايه ومع السؤال برضه. طيب تعالوا نشوف هنا بيقول لي ايه rewrite the sentence with much or many
where possible أعد كتابة الجملة باستخدام كلمة much أو many إذا كان ده ممكن. If you can't rewrite the sentence بيقول لي لو مش حد يقدر تعيد كتابة الجملة write correct، يعني لو الجملة كده إيه ما فيهاش خلاص حية تمام اكتب إيه اكتب correct. طيب تعال نشوف هنا I don't eat a lot of fast food، أنا لا أكل الكثير من إيه؟ لا أكل الكثير من الفاست فود الطعام السريع. طيب هنا كلمة a lot of ما ينفعش إن أنا أستخدم معاها إيه كلمة don't تمام؟ يبقى أنا خلاص يبقى هقول I don't eat هشوف فود دي، فود دي غير معدودة، يبقى بدل من كلمة a lot of راح أقول إيه much، يبقى بدل من كلمة a lot of اخترنا كلمة إيه يا شباب كلمة much. طيب نشوف برضو الجملة اللي بعدها number two he eats a lot of fresh fruit. هو بيأكل الكثير من الفواكه الطازجة and vegetables والخضروات. طبعا عندي كلمة fruit و vegetables هنا اللي هو بنقول عليهم اللي هو ايه معدود تمام اسماء معدودة جمع تمام. يبقى انا هنا الجملة ايه correct ما فيهاش حاجة لان بقى انا عندي a lot of زي ما احنا قلنا بنستخدمها مع الجملة ايه المثبتة، فهنا نقول ايه correct. number 3 there aren't a lot، طالما في aren't يا شباب ما ينفعش نقول a lot، يا اما many يا اما much تمام. a lot of local markets، طيب عندي markets الاسواق دي معدودة، يبقى انا طالما معدودة هستخدم مكان كلمة a lot of اللي هو حطها لي دي كلمة مين؟ كلمة ايه؟ many تمام؟ يبقى هقول there aren't many local markets in my region، في المنطقة بتاعتي مفيش اسواق ايه محلية كتير. طيب do you buy a lot of sweets؟ هل انت بتشتري الكثير من ايه؟ الكثير من الحلوى for the children للأطفال. طيب هنا كلمة a lot of يا شباب a lot of صحيحة بس أنا عايز أستبدلها، إذا كان ممكن أنا أستبدلها بكلمة many أو much. طيب sweets الحلوى دي معدودة، يبقى هشيل كلمة a lot of وراح أستخدم معاها كلمة إيه كلمة many بدلا إيه بدلا منها. طيب نشوف هنا بعد كده number 5 there isn't a lot of milk، ما فيش الكثير من ايه من اللبن in the fridge في الحليب في الثلاجة تمام. طيب نلاحظ كلمة a lot of هنا استخدمها مع النفي، لا ما ينفعش. طيب ملك الحليب ده غير معدود، يبقى هنا هشيل a lot of احط مكانها كلمة ايه كلمة much، يبقى هقول there isn't much milk in the fridge. number 6 My family buys a lot of food. العيلة بتاعتي بتشتري الكثير من ايه؟ الكثير من الطعام from the supermarket، من ايه؟ من السوبر ماركت. طبعا هنا الجملة مثبتة واستخدمنا a lot of، الجملة هنا ايه صحيحة. She doesn't put a lot of، هنا في doesn't يا شباب زي ما احنا شفنا، يبقى شيل كلمة a lot of، شوف كلمة salt اللي بعد a lot of دي هل هي معدود ولا غير معدود؟ لا غير معدود، حط كلمة ايه much، يبقى هنقول she doesn't put much salt on her food. طيب do you eat a lot of strawberries in the summer؟ هل انت بتأكل الكثير من الفراولة في الصيف؟ تمام. طيب a lot of هنا صحيحة بس ممكن تشيلها وتحط مكانها كلمة ايه شباب؟ كلمة many تمام. ليه؟ لان الاستروبريز هنا معدود جمع. طب لو كانت حاجة غير معدودة زي ملك مثلا او رايس كنا هنحط مكان a lot of كنا هنحط ايه much، استروبريز معدودة حطينا مكانها كلمة ايه مكان كلمة a lot of كلمة ايه كلمة many. طيب يبقى الصحيح برضو هنا many و a lot of، هنا الصحيح كلمة many وكلمة ايه برضو a lot of، هنا a lot of ما ينفعش مع النفي تمام. عندي كلمة markets معدود جمع هنستخدم كلمة many. طيب هنا الجملة منفية تمام، هنا الجملة منفية، عندي هنا الصوت الملح ده غير معدود هنستخدم مكان كلمة a lot of كلمة ايه كلمة much تمام. هنا نلاحظ الفود، الفود ده غير معدود والجملة هنا مثبتة a lot of ما فيهاش حاجة يعني كده ايه ما تتغيرش ولا شيء تمام. طيب هنا الجملة منفية a lot of مش هتصلح تمام، هنشيلها ونشوف ملك الحليب ده لا يعد هنحط هنا ايه much fast food الطعام تمام. هنا الجملة برضو ايه منفية يبقى لازم نغير a lot of دي هنغيرها بكلمة ايه much لان fast food طبعا غير ايه غير معدود. طيب work in pairs complete this sentence in your own words، زي ما احنا قلنا I eat a lot of في حالة الجملة المثبتة بنستخدم كلمة ايه a lot of، في حالة اذا كان الجملة المنفية بنستخدم كلمة many او كلمة ايه يا شباب او كلمة much، many قبل الاسماء المعدودة الجمع وكلمة much قبل الاسماء الغير معدودة. طيب تعالوا نشوف بقى التمرين ده، هنا بيقول لي look at the pictures بص للصور and complete the description from 1 to 8 with these words، كمل الوصف بهذه الكلمات. عندي bag معناها كيس من، بوتيل اللي هي زجاجة،
أو قزازة يعني، جلاس اللي هو كوب زجاجي، كيلو كيلو معروف، باكيت الباكيت، بيس بيس معناها قطعة من، سلايس شريحة من، تين معناها علبة. طيب عندي أول حاجة ده اسمه إيه؟ بوتل. بوتل معناها إيه؟ زجاجة أو قزازة من كذا، تمام؟ طيب دي بيس أوف تشوكلت، يبقى هنا هقول بوتل أوف صوص، يعني زجاجة من إيه؟ من الصلصة، تمام؟ هنا a piece of chocolate قطعة من إيه؟ قطعة من الشوكولاتة. وهنا هقول a slice of pizza شريحة من البيتزا، a glass of water يعني كوب من إيه؟ كوب من الماء. طيب a packet of pasta يعني باكيتة من إيه؟ من الباستا المكرونة. tin of tuna علبة إيه؟ علبة تونة. كيلو of flour كيلو من إيه؟ كيلو من الدقيق. a bag of rice يعني كيس من إيه يا شباب؟ كيس من الأرز، تمام؟ طيب how many بستخدمها للسؤال عن الأسماء المعدودة الجمع، و how much بستخدمها للسؤال عن الأسماء الغير معدودة. يبقى هنا هقول له how many bananas do you want؟ كم عدد الموزات اللي أنت عايزها؟ كم عدد الموز اللي أنت إيه عايزه؟ هنا بيقول له 6 please، 6 من فضلك. هنا طبعا ايه الكاونتابل ناونز، يبقى هاو ميني بنستخدمها مع الكاونتابل بلورال ناونز الاسماء المعدوده ايه الجمع. طيب هاو ماتش بنستخدمها للسؤال عن ايه الانكاونتابل ناونز الاسماء الغير ايه الغير معدوده. هنا بيقول لي هاو ماتش رايس دو يو وانت، كم كميه الرز اللي انت عايزها؟ بيقولوا اكيلو، عايز ايه؟ عايز كيلو. فهنا طبعا رايس غير معدود بنقول عليه انكاونتابل ايه uncountable nouns. طيب نشوف بعد كده complete these questions with much or many، كمل الأسئلة دي باستخدام كلمة much أو many. أنا راح أشوف الكلمة اللي بعد الفراغ هل هي معدود ولا غير معدود. عندي apples التفاح، تفاح معدود أحط كلمة إيه many. sugar السكر غير معدود أحط هنا إيه much. tins tins معناها العلب معدودة أحط كلمة إيه many. باكتس الباكتات معدودة أحط برضو كلمة إيه many. تشيز الجبنة غير معدودة راح نحط كلمة إيه شباب much. يبقى هنا أقول له إيه how many apples would you like، كم عدد التفاحات اللي أنت عايزهم؟ قال له 6 please، عايز 6 من فضلك. how much sugar do you want، كم كمية السكر اللي أنت عايزها؟ قال له 2 كيلوز، عايز 2 كيلو. how many tins of tuna do you need، كم عدد علب التونة اللي أنت عايزها؟ قال له 4 tins، عايز 4 علب. how many buckets of pasta do you want، كم عدد باكيتات البكرونة اللي انت عايزها؟ قال له just one، عايز واحدة بس. how much cheese would you like، كم كمية الجبنة اللي انت عايزها؟ قال له half ايه half كيلو. لاحظ ان الحاجات الغير معدودة دايما بيرد عليها بايه بكيلو او 2 كيلو او half كيلو، تمام؟ الحاجات اللي هي معدودة بيرد عليها بايه برقم، يعني هنا سأل عن التفاح قال له 6، وهنا برضو سأل لي عن ايه عن علب التونة قال لي هنا 4 4، تمام؟ وهنا برضو سأل لي عن باكتات الباستا، تمام؟ قال لي هنا عايز واحدة، تمام؟ في الجبنة هنا قال له ايه؟ قال له هاف كيلو نص كيلو. هنا في الشوجر السكر قال له 2 كيلو، عايز 2 كيلو، وهكذا. طيب تعالوا نشوف بعد كده هنا يا شباب بيقول لي ايه ان ايترز جايد اللي هو مرشد الاكل، تو فود ليبلز للافتات ايه الطعام. بنلاحظ ان دايما على المأكولات اللي هي موجوده في السوبر ماركت موجود طبعا ليبل فيها ايه فيها المكونات بتاعت ايه بتاعت الطعام ده اللي هو حاطه لي، سواء تونه او كورن فليكس او اي مأكولات احنا ايه بناكلها. طيب هنا بيقول لي ايه you are in your local supermarket، انت في السوبر ماركت المحل بتاعك. there are hundreds of buckets، في طبعا مئات من الباكتات، باجز وشنط، جارز والعلب، اند جارز البرطمانات، اند تنز والعلب، اوف فود من الطعام، اند درينكس والمشروبات، ان فرونت اوف يو، كلها هذه الاشياء ايه تعتبر امامك او ايه او قدامك، تمام؟ in front of you which one do you choose، اي منها سوف تختار. do you you could look at the price first، تقدر انك انت تبص للسعر الاول، or you could read the label او تقدر تقرا اللافته او المطبوعه اللي هي موجوده على ايه على الاكل ده، to find out if it's healthy عشان تشوف اذا كانت صحيه.
but do food labels tell us everything about the food that we eat؟ ولكن هل اللافتات بتاعت الطعام دي بتعطينا المعلومات الصحيحة وبتعطينا كل شيء احنا نحتاجه عن هذا الطعام؟ طيب لاحظ مثلا مكتوب لي ايه، سوبر فود. سوبر فود اللي هو طعام ايه، طعام صحي يعني. The word superfood is popular nowadays. الكلمة دي مشهورة هذه الأيام. It's usually food with lots of vitamins. ده طبعا الأكل اللي هو فيه الكثير من الفيتامينات. And it's often more expensive than other food. وفي الغالب هي بتبقى أغلى من الأطعمة الأخرى. But superfood doesn't mean much. ولكن الكلمة دي لا تعني الكثير. Anyone can write superfood. أي واحد ممكن يكتب على المنتج بتاعه superfood. On any type of food، على أي نوع من الطعام. So check the rest of the label، لذلك لازم تبص على بقية إيه، بقية الملصق اللي هو موجود خلف إيه، خلف العبوة بتاعتك. Natural، طبيعي. Like superfood، زي كلمة superfood بالضبط، هتلاقي كلمة إيه، natural، طبيعي. Is another popular word، هي كلمة برضو مشهورة. On labels، على اللافتات الموجودة على المأكولات. And it often adds to the cost، هم بيحطوها بيقولك عشان يضيفوا للتكلفة. It means that everything in the food is from nature، ده معناه ان كل حاجة على هذا الطعام من الطبيعة، meat سواء كان لحم، vegetables خضروات، etc. إلخ. But this is not always true، ولكن هذا لا يكون صحيحا ايه دوما. Make sure you look carefully، اتأكد ان انت بتبص ايه بحرص. at the list of ingredients، على القائمة بتاعت المكونات. before you buy، قبل ما انك انت ايه تشتري. طيب best before يعني استخدمها قبل. the best before date means the food is best before this date، يعني معناها انك انت الطعام صالح قبل ايه، قبل التاريخ اللي هو المحدد. but you can still eat it afterwards، ولكن تقدر انك انت تاكله ايه بعد هذا. you don't need to throw the food away immediately، مش محتاج انك انت ترمي الطعام في الحال. after the best before date يعني يديك مثلا صلاحية 5 ايام، بس ممكن لو زدت يوم ولا حاجة مش مشكلة. تمام. هنا بيقول لي low fat. low fat يعني ايه؟ يعني دهون اقل. we often think that fat is bad، احنا دايما بنعتقد ان الدهون دي سيئة. and low fat اللي هو الدهون القليلة دي is good for you، كويسة بالنسبة لك. but this isn't always true، ولكن هذا ليس دوما صحيحا. some low fat food، بعض من الطعام اللي هو منخفض فيه الدهون، has a lot of sugar، فيه الكثير من السكريات. and remember that some types of fat، تذكر برضو ان بعض انواع من الدهون are important for humans، بتكون مهمة جدا للانسان. calories and portion size، calories اللي هي السعرات الحرارية والكمية اللي انت بتاخدها. when the label has the number of calories، بيقول لي لما العلبة بيكون عليها عدد السعرات الحرارية in one portion، في الوحدة الواحدة. be careful، خليك حريص. your normal portion size is often bigger than the one on the label، الحصة اللي انت محتاجها بتكون اكبر من اللي هي موجودة على ايه، على العلبة. so you eat more calories، عشان كده انت بتاكل ايه سعرات حرارية ايه اكثر من هذا. طيب تعالوا نشوف يا شباب، هنا برضو ايه مدين هنا traffic lights. traffic lights هنلاقي هنا زي اللي هي الإشارات بتاعت مين، المرور. تمام. some countries، بعض الدول use traffic lights، بتستخدم اللي هي العلامات اللي هي بتاعت إشارات المرور. on labels، على هذه الملصقات. to help customers، عشان تساعد ايه، ده طبعا الليبل ده اللي هو الملصق. تمام، عشان تساعد الزبون. with their choices، في الخيارات بتاعتهم. red means the food has lots of fat، الريد ده معناه ان الاكل ده فيه الكثير من ايه، الكثير من الدهون. تمام. والجرين ده معناه ان الاكل ده ايه، الاكل ده صحي. تمام. يبقى red means the food has a lot of fat، معناه ان الاكل ده فيه دهون كتير. salt or sugar، زي مثلا او وفي برضو ملح كتير او sugar او سكر كتير. and is unhealthy، معناه ان الطعام ده غير صحي. orange means it's okay، اللون البرتقالي معناه ان الاكل خلاص اوكي تمام يعني. and green means it's healthy،
واللون الأخضر معناه إن الأكل ده إيه healthy، يعني إيه صحي. more and more countries، الكثير والكثير من الدول plan to use traffic lights، بتخطط إن هي تستخدم إشارات المرور because they are easy to understand، لأن هي من السهل إن هي يتم إيه فهمها. and you don't need to read every word، وأنت مش بتبقى محتاج إنك أنت تفهم إيه كل كلمة. طيب كالوري اللي هو السعر الحراري، a unit of energy، هو وحدة من وحدات إيه من وحدات الطاقة. بورشن، بورشن اللي هي الحصة. the size of your meal اللي هي حجم الأكل بتاعك أو حجم الوجبة إيه بتاعتك. ingredients المكونات. the different food to make a dish اللي هو الطعام المختلف عشان تعمل ايه وجبه، يعني ingredients تحط زيت وملح ومش عارف ايه مكونات ايه الاكل. vitamins الفيتامينات. natural substances اللي هي المصادر الطبيعيه in food اللي موجوده في الطعام، which the body needs اللي محتاجها الجسم، زي مثلا ايه زي فيتامين سي، زي فيتامين ايه سي. طيب هنا بيقول لي read the blog about food labels، اقرا المدونه دي عن ملصقات الطعام. and choose the correct option from A to B، عندي هنا خيارين يا اما A يا اما B. هنا نمبر 1 بيقول لي food with super food، food with super food or natural on the label، يبقى food with super food or natural on the label is always good for you، الطعام اللي هو فيه كلمة سوبر فود أو كلمة طبيعي is always good for you، دايما بيبقى كويس ليك، ولا often cost more money than other food، ولا في الغالب إن هو بيكلف فلوس أكتر. طبعا في الغالب اللي هو بيكلف فلوس أكتر من الممكن إن يكون أصلا الملصق إيه فيك يعني مزيف. طيب number two the best before، best before يعني أفضل، هيكون أفضل قبل هذا إيه تاريخ date means the food is good to eat before the date، الطعام من الأفضل إنك أنت تأكله قبل التاريخ المحدد، ولا don't eat the food after the date، ما تأكلش الطعام ده بعد هذا التاريخ، لا يبقى the food is good to eat before the date، من الطعام الأفضل إنك أنت تأكله إيه قبل هذا التاريخ، بس لو أكلته بعدها بيوم يومين مش راح يفرق كتير، مش راح يضر يعني. إن low fat food، الطعام اللي هو فيه كلمة low fat يعني دهون أقل، there is often a lot of، في الغالب بيكون في إيه يا شباب، في sugar سكريات كتير، ولا جود فات، طبعا الطعام اللي بيبقى فيه كلمة لو فات بيبقى فيه سكريات ايه عالية شوجر. تمام ترافيك لايتس اللي هي الإشارات المرورية on food labels على ملصقات الطعام. use two colors بتستخدم لونين، ولا help you choose healthy food، لا طبعا هي ايه help you choose healthy food، بتساعدك في اختيار الطعام ايه الصحي عن طريق ان هو بيحط لك ايه الملصقات دي اللي هو الجرين والاورنج والريد عشان يساعدك ان انت ايه ان انت تختار. طيب هنا بيقول لي ايه the writer uses the word mean، الكاتب بيستخدم كلمة mean بمعنى يعني in the blog في المدونة. click to match the sentence with the uses of mean، هنا بيقول لي red means the food is unhealthy، اللون الأحمر بيعني إن الطعام ده غير صحي. هنا كلمة means يعني يعني بيوضح يا شباب اللي هو إيه shows يوضح، يبقى هنا كلمة means بمعنى إيه shows يوضح، to say what something shows عشان يقول إن الشيء ده بيوضح or tell us أو بيقول لنا عن هذا الشيء. number two the word healthy، كلمة healthy means the food is good for you، معناه إن الأكل ده كويس ليك، يبقى كلمة healthy معناها إن الأكل ده كويس ليك، يبقى كلمة means هنا معناها explains بيشرح. تمام يبقى هو هنا حاطط لي كلمة healthy بين قوسين وحاطط لي هنا الشرح بتاعها، تمام اللي هو كلمة إيه explain يعني يشرح. طيب هنا بيقول لي when do you say these phrases، إمتى بتقول هذه العبارات with mean باستخدام كلمة mean معناها يعني أو يقصد match the sentence with the uses، استخدم الجمل مع ايه مع الاستخدامات. تمام هنا بيقول لي do you know، هل انت عارف what I mean اللي انا بقصده. تمام do you know what I mean، هل انت عارف اللي انا بقصده. هنا بيقول لي to check the other person understands you، عشان تتأكد ان الشخص التاني فاهمك فانت هتقول له do you know what I mean، هل انت فاهم اللي انا بعنيه او اللي انا بقصده، يبقى to check the other person understands you عشان تتأكد ان الشخص الاخر فاهم معك. تمام I see what you mean، انا فاهم اللي انت ايه اللي انت تقصده. تمام يبقى to say you understand عشان تقول ان انت فاهم،
Your pizza is delicious. البيتزا بتاعتك لذيذة. I mean it. أنا بقصد ده تماما. يبقى I am serious. أنا إيه؟ أنا جاد. يبقى to say you are serious. طيب we went out for dinner. إحنا خرجنا عشان نتعشى last Friday. يوم الجمعة الفاتت. I mean last Saturday. أنا أعني لا السبت اللي إيه الفات. يبقى هنا to correct something you said. أنت هنا بتصحح شيء أنت قلته. يبقى هو هنا قال الجمعة اللي فاتت وبعد كده أدرك لا إن هو إيه السبت اللي فات. يبقى to correct something you said عشان نصحح شيء ما هو قاله أو أخبر به. تمام. هنا بيقول لي what does the word vegetarian means. يبقى كلمة vegetarian بتعني إيه؟ قال لي someone who doesn't eat meat or fish. الشخص اللي هو مش بياكل لحمة أو سمك بنقول عليه vegetarian يعني إيه نباتي. طيب what does the three colors of traffic lights. إيه الثلاث ألوان بتوع إشارة المرور means for car drivers بتعني لسواقين إيه السيارات. طبعا عندك red اللون الأحمر ده stop واللون الأخضر green go واللون الأصفر اللي هو اليلو تمام اللي هو ايه الاورنج البرتقالي سلو داون يعني حد السرعه او ستوب او وقف ايه تماما. يبقى بالنسبه للون الجرين معناه جو يعني انطلق اورنج اللون البرتقالي سلو داون يعني هد السرعه او معناه ستوب برضو وقف ريد اللون الاحمر يعني ستوب توقف ايه تماما. طيب تعال نشوف بعد كده هنا the writers main aim اللي هو الهدف الرئيسي للكاتب in the blog في المقال to give the readers advice ان هو يعطي للقارئ نصيحة match the sentence with the ways of giving advice وفق الجمل دي بالطرق بتاعة اعطاء النصيحة what are the key words وايه هي الكلمات المفتاحية. طيب تعالوا نشوف اللي هنا هو مديهولي A بيقول لي giving strong advice يعني هو هنا بيعطي نصيحة قوية B makes suggestion بيقدم اقتراح تمام C says something isn't necessary C بيقول لي ان هو ايه ان هو الشيء ده غير مهم not important يعني غير ايه غير مهم. طيب you could look at the price first or you could read the label تقدر انك انت تنظر في السعر الأول أو تقدر أنك أنت تبص على إيه الملصق. يبقى ده اللي هو suggestion الاقتراح. يبقى to give يا شباب to make suggestion to make إيه to suggestion أنت بتقترح عليه check the list of the label يعني راجع البقية بتاعت مين الملصق بص على بقية إيه الملصق ده اللي هو بنقول عليه strong advice يعني نصيحة إيه to give strong advice يعني تعطي نصيحة إيه قوية make sure اتأكد اتأكد يبقى النصيحة قوية برضو اللي هو ايه to give strong advice make sure you look carefully اتأكد ان انت بتبص بحرص at the list of ingredients للقائمة بتاعت ايه المكونات before you buy قبل ما انك انت ايه تشتري. number 4 هنا بيقول لي you can still eat it afterwards تقدر حتى انك انت تأكلها بعد ايه هذا التاريخ اللي هو بنقول عليه اللي هو ايه suggestion الاقتراح to make ايه to make suggestions ان هو بيعمل ايه اقتراح you don't need انت مش محتاج مش محتاج يبقى not necessary يبقى isn't ايه necessary say something isn't ايه necessary ده اللي هنحط له ايه سي. طيب remember that some types of fat are important of humans اتأكد تذكر ان بعض الانواع بتاعت مين الدهون دي are important for humans مهمة لايه مهمة للانسان يبقى هنا to give strong advice ان هو بيعطي نصيحة قوية. number 7 when the label has a number of calories بيقول لما الملصق بيكون عليه عدد من السعرات الحرارية in one portion في الحصة الواحدة او الوحدة الواحدة be careful خليك حريص فهنا ده بنقول عليه اللي هو برضو ايه strong advice. طب نراجعهم تاني من البداية you could look at the price first بص في ال تقدر انك انت تبص في السعر الاول او تقرا ايه الملصق فدي اللي هي بنقول عليها suggestion الاقتراح check the rest of the label بص على البقيه بتاعت الملصق فده هنقول عليه strong advice. طيب make sure اتاكد يبقى ده بنقول عليه برضو ايه strong strong advice. طيب هنا you can still eat it afterwards ده اللي هو suggestion الاقتراح. طيب you don't need to throw the food away انت مش هتحتاج انك انت ترمي الطعام يبقى عشان نقول something isn't necessary to say something isn't necessary نقول ان الشيء ده غير ايه غير مهم.
Remember that some types of fat are important for humans. تذكر ان بعض انواع الدهون مهمه للانسان to give strong advice. طيب بالنسبه هنا بيقول لي when the label has the number of calories in one portion لما الملصق بيكون ايه في عدد من السعرات الحراريه في الوحده الواحده be careful خليك حريص ده عشان نقول عليه برضه strong advice. طب ايه هي الكي ووردز اللي هي اتذكرت معايا هنا؟ عندي كلمه make sure اتاكد، عندي كلمة كان تستطيع يو كان انت تستطيع دونت نيد لا تحتاج دي اللي هي الايه الكي وورد ريمبر تذكر تمام. هنا بيقول لي ايه بي كيرفول خليك ايه خليك حريص دي اللي هي الكي ووردز اللي هي معايا. وبكده نكون انهينا الجزء الاول من الوحدة ايه من الوحدة الخامسة.